السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الابتدائي، التربية الدينية الإسلامية، الفصل الدراسي الأول، الأولى بعنوان الله واسع عليم، الدرس الثاني بعنوان تطهرهم وتزكيهم. هنتناول الأول كده قصة وهنعرف من خلالها المقصود من الدرس. جعل الحاج عبد الرحمن القمح كومتين، قال له عبد الله لماذا لم تجعل القمح يا أبي كومة واحدة؟ قال الكومة الأولى حقنا والثانية هي حق الله في زرعنا وهي زكاة الزرع. طبعا في البداية بيبدأ الدرس بقصة للحاج عبد الرحمن اللي جنى محصول القمح وبدأ يقسم محصول القمح بتاعه إلى كومتين. سأله ابنه عبد الله لماذا يا أبي لم تجعل القمح كومة واحدة فكل ملك لنا؟ الأب بدأ يفسر له ويقول له لا، الكومة الأولى هي حقنا، أما الكومة الثانية هي حق الله في زرعنا. يعني إيه؟ زكاة الزرع. طبعا وزكاة الزرع ده فرض فرضه ربنا سبحانه وتعالى علينا، يعني اللي عنده قطعة أرض وبيزرع فيها لازم إن هو يخرج زكاة الزرع. وطبعا ده بأمر الله اللي وارد في الآيات القرآنية اللي هنتناولها في الفيديو، وهتعرف إن ده أمر من الله عز وجل. يبقى لما اجي اسالك واقول لك لماذا جعل الحاج عبد الرحمن القمح كومتين؟ لان الكومه الاولى هي من حقهم والثانيه من حق الله تعالى في الزرع وهي زكاه الزرع. يبقى معنى كده ان الحاج عبد الرحمن بيوفي بزكاه الزرع ويؤدي زكاه الايه؟ الزرع. بدأ الحاج عبد الرحمن يحكي أو يؤكد لابنه زكاة الزرع عن طريق أنه يذكر بعض الآيات القرآنية اللي بتؤكد على إخراج زكاة الزرع، زي الآية القرآنية اللي في سورة الأنعام الآية الأولى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طبعا الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية بأمرين: أول أمر أن نأكل من ثمر زرعنا، تاني حاجة أن نخرج زكاة الزرع يوم حصاده، وده واضح جدا من قول الله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر. أنت عندك قطعة أرض وزرعتها، أثمر الزرع وكبر الزرع، فمن حقك أن أنت تاكل من ثمر الزرع ده، سواء بالأكل بأكله أو أن أنت تبيع جزء منه وتبدأ يبقى معاك أموال تقدر تصرف فيها على أهل بيتك. طب الأمر الثاني، لا، لازم نخرج زكاة الزرع. يبقى معنى كده أن الحاج عبد الرحمن فعل إيه؟ فعل أمر صحيح، وهو أمر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بإخراج زكاة الزرع. خد بالك كده من الكلمة دي، بيقول إيه؟ وآتوا حقه يوم حصاده. يعني إيه؟ يعني اعطوا حق زكاة الزرع وإخرجوا زكاة الزرع يوم حصاده، يعني يوم يميس ما أجمع المحصول أخرج زكاة الزرع في نفس اليوم. طب ليه؟ طب ما أنا ممكن بكرة أبقى أنا تعبانة النهاردة أو الناس اللي معايا تعبوا فممكن أخرج زكاة الزرع بكرة. لا، ربنا أمر بإخراجه يوم حصاده. ليه؟ عشان خاطر نسرع في إخراج زكاة الزرع، نسعد الفقراء، لا نتكاسل ولا نتباطأ. تعال كده شوف معايا المعاني اللي موجودة في الآية القرآنية: إذا أثمر إذا أخرج ثمرا. يبقى إذا أثمر إذا أخرج ثمرا، آتوا حقه، أعطوا زكاته المفروضة، آتوا حقه، أعطوا زكاته المفروضة، يوم حصاده، يوم جمع المحصول، يوم حصاده، يوم جمع المحصول. تقدري تقولي لي كده الأمرين اللي ربنا أمرنا بيهم في الآية؟ أن نأكل من ثمر زرعنا ونخرج زكاة الزرع يوم حصاده. طبعا أمرنا الله بإخراج زكاة الزرع يوم حصاده زي ما قلنا من شوية للإسراع وعدم التكاسل. يبقى لماذا أمرنا الله بإخراج الزرع يوم حصاده؟ ليه ما نخرجوش في أي وقت؟ لا، للإسراع وعدم التكاسل. يبقى لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بإخراج زكاة الزرع يوم حصاده؟ للإسراع وعدم التكاسل. طب احنا عايزين بنقول زكاة الزرع وفي زكاة المال وفي أكتر من زكاة، طب أنا عايز أعرف معنى الزكاة. الزكاة هي ما نخرجه للفقراء وهي حقهم، سواء كانت مالا أم زرعا أم غير ذلك، وهي فرض على كل مسلم قادر، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. يبقى معنى الزكاة هي ما نخرجه للفقراء،
حاجة أنا بطلعها للفقراء. الفقراء دي ممكن أكون بطلع لهم المبلغ ده من المال، أنا عندي مال كتير جدا فبطلع لهم مبلغ من المال، أو زرع زي الحاجة عبد الرحمن اللي عنده قطعة أرض وبيطلع الزكاة عبارة عن إيه، حبوب أو غلة أو غير ذلك. يعني إيه غير ذلك؟ افرض واحد عنده أدوية، عنده ملابس، أنا ممكن إن أنا أخرج الحاجات دي كلها. طب هي فرض؟ طبعا الزكاة فرض، أما الصدقة فهي إيه؟ فهي سنة، يعني إيه حاجة الرسول أمرنا بيها، يعني ممكن إن أنا أعملها وأخد إيه ثوابها، لكن لو ما عملتهاش ما تعاقبش، لكن الزكاة لو ما عملتهاش هتعاقب. يبقى هي فرض على كل مسلم. قادر، يعني ايه قادر؟ يعني هقول لك في باقي الفيديو مين اللي بيستحق او يجب فيهم الزكاه. يعني انسان قادر معاه مبلغ من المال كبير، معاه قطعه ارض، معاه مواشي، فهو ده يكون قادر، يعني مستطيع، يعني عندهم اموال. وهي احد اركان الاسلام الخمسه. يبقى الزكاه هي ما نخرجه للفقراء، وهي حقهم سواء اكانت مالا ام زرعا ام غير ذلك، وهي فرض على كل مسلم قادر، وهي احد اركان الاسلام الخمسه. يبقى ما اجي اقول لك كده، ما مفهوم الزكاه وهل الزكاه فرض؟ هي ما نخرجه للفقراء وهي حقهم سواء اكانت مالا ام زرعا ام غير ذلك، وهي فرض على كل مسلم قادر، وهي احد اركان الاسلام الخمسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا الآية دي ذكرها عبد الرحمن، الحاج عبد الرحمن لابنه، ليه؟ عشان خاطر يؤكد له فائدة الصدقة أو فائدة الزكاة. طب هنا بيقول ايه؟ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وده هنا طبعا امر من الله سبحانه وتعالى باخراج الصدقات، ولكن هذه الصدقات تطهرهم وتزكيهم بهم. يعني ايه؟ يعني بيقول لي فايدة الصدقة، قال لك تطهرهم يعني تخلصهم من الذنوب. دي اما بطلع صدقة، اما بطلع زكاة، اما بطلع فلوس لله سبحانه وتعالى، بتخلصني من الذنوب. يعني لو ارتكبت ذنب صغير، كذبت او فعلت اي حاجة بس ذنب صغير، واخرجت المال، هذا المال يحمي ويخلصني من الذنوب. الى جانب ان هما بينمي بالصدقه الحسنات. يعني ايه تزكيهم؟ تنمي بالصدقه حسناتهم. يعني لما اطلع صدقات حسناتي هتزيد، يبقى انا اتخلصت من الذنوب وفي نفس الوقت حسناتي ايه؟ زادت. يبقى الايه بتوضح ايه؟ اهميه الصدقه، ان هي بتعمل ايه؟ تطهر المال وتزكيه. معنى تزكيه يعني تزيده. يبقى ماذا توضح هذه الايه؟ توضح اهميه الصدقه، وهي انها تطهر المال وتزكيه. تعالى كده نشوف المعاني. اهم معنيين تطهرهم وتزكيهم، وخد بالك ده عنوان درسي، درسي اسمه تطهرهم وتزكيهم، دايما خليك فاكر عنوان درس تطهرهم وتزكيهم هي اهميه الصدقه. طيب معنى تطهرهم؟ تخلصهم من الذنوب. معنى تطهرهم؟ تخلصهم من الذنوب. معنى تزكيهم؟ تنمي بالصدقه حسناتهم. معنى تزكيهم؟ تنمي بالصدقه حسناتهم. طبعا لو جاء لك ما فائدة الزكاة، هي اللي هي لسه قايلينها فوق، اللي هي تطهر المال وتزكي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. طبعا الآيات دي بتبين لي مصارف الزكاة. يعني ايه؟ يعني لمن نخرج الزكاه؟ انا هطلع زكاتي دي لمين؟ لاي حد؟ لا، الله سبحانه وتعالى بين لي ثماني اصناف من الناس، ثمانيه اصناف من الناس نخرج ليهم الايه؟ الزكاه. طب تعالى كده نشوف اول صنف او اول نوع من طبعا الايات دي من سوره التوبه. طبعا الايات دي بتبين لي مصارف الزكاه. يعني ايه؟ يعني لمن نخرج الزكاة؟ انا هطلع زكاتي دي لمين؟ لاي حد؟ لا، الله سبحانه وتعالى بين لي ثماني اصناف من الناس، ثمانية اصناف من الناس نخرج ليهم الايه؟ الزكاة. طب تعالى كده نشوف اول صنف او اول نوع من الناس الذين يستحقون الزكاة. اول حاجة للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين
هم المحتاجون الذين لا يجدون لوازم الحياة الضرورية. يعني إيه؟ إنسان فقير محتاج مسلم لا يجد لوازم الحياة الضرورية. يعني إيه لوازم الحياة الضرورية؟ يعني التي تعينه على الحياة. يعني إيه؟ يعني أكل، شرب، لبس، دواء، دول أهم حاجة، دي الحاجات اللي ممكن تخليني أقدر أعيش. هو بقى كمان لا يجد هذه اللوازم الحياة الضرورية، يعني ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس لو كان في شتاء يدفي نفسه هو وأولاده، ولا لو مريض محتاج العلاج مش لاقي. تمام؟ هم دول الذين يستحقون الذكاء. يبقى أول صنف الفقراء والمساكين. يبقى من هم الفقراء والمساكين؟ هم المحتاجون الذين لا يجدون لوازم الحياة الضرورية. ودول طبعا أول ناس من أصناف الناس اللي بتتم فيهم أو بنخرج ليهم الزكاة. تاني حاجة العاملون عليها. والعاملون عليها هم الذين يجمعون الزكاة من الناس. واحد مثلا يجي يقول لي ميس طب أنا حجمع الزكاة من الناس، إزاي حجمع الزكاة من الناس وحاخد منها؟ طبعا ده ربنا هو اللي قايل كده. وربنا قايل كده ليه؟ عشان خاطر الإنسان اللي حيتعب ويجمع الزكاة من الناس ويبذل مجهود يبقى ليه حق في الإيه؟ في هذا المال. يبقى تاني صنف من الناس الذين يستحقون الزكاة العاملون عليها. يبقى مين هم العاملون عليها؟ الذين يجمعون الزكاة من الناس. اللي بعد كده المؤلفة قلوبهم. ايه بقى المؤلفة قلوبهم؟ قالك هم الذين نريد تحبيبهم في الإسلام. طب فكر كده معايا، مين الذين نريد تحبيبهم في الإسلام؟ في حاجات كتير. يعني أول حاجة ممكن واحد على غير دين الإسلام، أنا عايزة أحببه في الدين الإسلامي فلقيته فقير ومحتاج، فأنا أبدأ اللي أنا أدي له من مال الزكاة، أفهمه أن الإسلام لا يترك الفقير، أفهمه أن الإسلام أن المسلمين بيعاونوا بعض. إنسان ممكن يكون فقير ومسلم وبرضه أريد التحبيب في الإسلام، يعني هو بيكره الإسلام يا ميس نوى؟ لا مش بيكره الإسلام، ولكن مثلا ما بيصليش أو ما بيؤديش فروض الله كاملة، فأنا عايزة أحببه في الإسلام بأن أنا برضه أعطي له من مال الزكاة فيحب الدين الإسلامي ويسعى إلى العمل بكل تعليم الدين الإسلامي. يبقى الذين نريد تحبيبهم في الإسلام هم المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم سواء من المسلمين وغير المسلمين. يبقى من المؤلفة قلوبهم؟ هم الذين نريد تحبيبهم في الإسلام. في الرقاب، وده تحرير العبيد من الرق، وطبعا حاجة مش موجودة دلوقتي، كانت موجودة أيام زمان وكانت بنصرف فيها الزكاة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان زي ما بنقدر نشتري أي سلعة من السوق كان الناس بيقدروا يشتروا رجل أو امرأة من السوق لأداء بعض المهام في المنزل أو للعمل في الحقول، فكانوا عبيد لا يستحقوا الزواج أو العيشة إلا بأمر سيدهم. فكان الإسلام بيخرج بعض من أموال الزكاة لتحرير هؤلاء العبيد من الرق. يبقى رابع حاجة في الرقاب تحرير العبيد من الرق. الغارمون. مين بقى هم الغارمون؟ المحملون بالديون ولا يستطيعون سدادها. يعني ايه؟ مسلم بيقدر يجيب لوازم الحياة الضرورية زي ما قلنا من الأول، يعني مش واصل لحد الفقر، ولكن جات له طارئة أو موقف جعله ان هو ياخذ مال من غيره، يعني مرض فاضطر ان هو ياخذ اموال من الغير، دين من الغير، مثلا زواج ابنه، اي مثلا موقف من المواقف دي بيضطر ان هو ياخذ دين من الغير، فبدا ان هو يتحمل بالديون لكنه لا يستطيع سدادها لانه بيجيب لوازم حياته الضروريه على قد المال اللي بيدخله، يعني ما يقدرش يسد الديون دي. وبنلاقي كتير جدا من الغارمين بنسمع عنهم في السجون بسبب اموال بسيطه 1000 و2000 من الجنيهات، فطبعا دول اللي احنا لازم نخرج من الزكاة ونسدد لهم الديون ونساعدهم في الخروج من هذه الازمه وسداد ديونهم. يبقى من الغارمون؟ المحملون بالديون ولا يستطيعون سدادها. في سبيل الله، اي في الدفاع عن الدين والوطن. طبعا انا دلوقتي مثلا وطني في ازمه مثلا مع دوله اخرى، وطني في مشكله في حروب مع اي دوله، فانا ممكن اخرج من زكاه من الزكاه الاموال اشتري بيها مثلا علاج للمرضى في هذه الحروب، اسلحه للدفاع عن الوطن. يبقى ممكن اخرج من اموال الزكاه للدفاع عن الدين والوطن. يبقى معنى في سبيل الله الدفاع عن الدين والوطن. ابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن أهله. يبقى مين هو ابن السبيل؟
قال لك إنسان مسافر من بلد إلى بلد، انقطع عن أهله، ساب أهله، طبعا معاه بعض المال، فقد هذه الأموال أو كانت معاه بعض الأموال وبدأ إن هو يصرف فيها وانتهت، ولكن في هذا المكان الجديد ولا لديه اتصال بأحد من أقاربه حتى يأخذ منه المال أو يأخذ من أحد أموال حتى يستطيع العيش في هذا البلد الغريب. فيجب إخراج جزء من مال الزكاة لابن السبيل الذي سافر وانقطع عن أهله وفقد ماله. يبقى من هو ابن السبيل؟ هو المسافر المنقطع. تعال بقى نشوف لو احنا عملنا بتعليم الله سبحانه وتعالى واخرجنا الزكاة لكل الاصناف الثمانية وبدأنا نساعد بعض، تعال نشوف شكل المجتمع اللي احنا هنبقى عايشين فيه شكله ايه. الزكاة لها أثر في المجتمع، فالمجتمع الذي يؤدي الزكاة لا يوجد فيه جائع ولا عار ولا محروم، وينتشر الحب بين الناس ويعيشون جميعا في رضا وأمن وسعادة. طبعا بص كده معايا، تخيل لو أنا عطيت للفقير زي ما احنا قلنا من شوية الأصناف دي، الفقير والمسكين واللي عليه دين واللي عايز أحببه في الإسلام وابن السبيل، طبعا عطيت الناس دي كلها أكيد مش هلاقي جائع ولا عار ولا محروم، لأن أنا بديله من الزكاة وبخرج له من الزكاة. طب هينتشر الحب بين الناس؟ طبعا، لأن الفقير هيشعر أن الغني بيقف جنبه وبيساعده وهيعيشوا الكل في حب وسعادة ورضا. خد بالك بقى من الحتة دي وأمن كمان. طب ليه هيعيشوا في أمن؟ طبعا لأن كل منهم هيأمن على نفسه. إزاي؟ الفقير هيأمن على نفسه، يعني إيه؟ مش هيبقى في حالة أمان على نفسه. ازاي؟ هو عارف ان الغني هيديله هيطلع ويعطيه من المال، فهيأمن على نفسه ان هو مش هيحتاج للايه للمال. طب والغني هيأمن على نفسه ازاي؟ طبعا الغني هيأمن على نفسه لانه مش هنلاقي في جرائم في المجتمع، مش هنلاقي حد يعتدي على حد، يبقى هيعيش في امان وسعاده والكل هينتشر في مجتمعنا الامن والرضا والسعاده، وينتشر ما بيننا الحب. يبقى اما اجي اقول لك كده، ما حال المجتمع الذي يؤدي فيه المسلم الزكاه؟ لا يوجد فيه جائع ولا عار ولا محروم ولا وينتشر الحب بين الناس ويعيشون جميعا في رضا وأمن وسعادة. تعال بقى مع بعض نتعرف على آداب الصدقة. إيه ده يا ميس نوها، أنا هطلع الصدقة وكمان هتعرف على آداب؟ لها آداب طبعا، لها آداب. طب تعال كده نتعرف على آداب الصدقة. إما أن تكون في الخفاء حتى نحفظ للفقير كرامته، طبعا لازم تكون في الخفاء عشان الفقير نحفظ له كرامته، ما نجيش قدام الناس ونخرج الأموال، ما نجيش قدام الناس ونقول للفقير إن الثوب ده اللي أنت بترتديه ده ثوبي وأنا اللي أعطيه لك، لا، أو ما نجيش ندي الناس مثلا بعض الطعام ونبقى الطعام دوت مثلا نقول ان احنا او نذكر ان احنا اللي عاطين هذا الطعام لهذا الفقير، لا، لازم كل سواء كان مال او طعام او اي حاجة لازم تكون في الخفاء لحفظ كرامة الفقير. بص النقطة التانية، انت ممكن تحس ان هي عكسها، لا هي مش عكسها، هو بيقول ايه، ركز معي، واما ان تكون في العلن للحث عليها والاقتداء بها. ساعات بحتاج ان انا اخرج الصدقة في العلن، طب ليه مسنوها قدام الناس كده ويطلع الفلوس قدام الناس؟ لا، في بعض الناس ما بيخرجوش الصدقات بالرغم من قدرتهم وان هم عندهم كثيرا من الاموال، فانا اخرج الصدقات دي لرسالة غير مباشرة للناس دول ان هم يخرجوا ايضا الصدقات. ثالث حاجة، ان نتجنب ايذاء المتصدق عليه بالقول والفعل. ما ينفعش ان انا اتصدق وبعد كده أأذي واحد بالقول، إن أنا أقعد أعايره بإن أنا أعطيته له، أو بالفعل إن أنا أأذيه أضربه وأخليه مثلا واحد بيشتغل في بيت، واحد بيشتغل عند حد في مكان، عشان عطاله مال مرة واثنين وثلاثة يبدأ يأذيه، لا، خد عمل زيادة، استمر في العمل أكتر، لا طبعا لا يمكن إيذاء المتصدق عليه بالقول أو بالفعل. ما تجب فيه الذكاء. طب كل الناس المفروض يطلعوا الزكاة؟ يعني كل الناس المفروض يطلعوا زكاة؟ قال لك هنا الله سبحانه وتعالى حددها، والرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة بدأوا يحددون ما تجب فيه الزكاة. أول حاجة، المال الذي يبدأ بما يساوي 85 جرام من الذهب ويقدر بالسعر الحالي. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي مال. عندك مال؟ معاكي كام؟ 10,000 جنيه. والله ده مال كويس قوي ومبلغ حلو قوي، بس هل المفروض ان انا اطلع عليه زكاه مال؟ لا طبعا. طب ليه تنجي 10,000 جنيه؟ لا، الاسلام حدد المبلغ المال الذي يبدا
أن أخرج عليه بما يساوي 85 جرام من ذهب. مش فاهم، أقول لك أنا طبعا بالسعر الحالي، يعني جرام الذهب دلوقتي بكام؟ مثلا نفترض ب 600 جنيه، اضرب 600 في 85، المبلغ اللي هيطلع لك هو ده فيما فوقه، المبلغ اللي هيطلع لك فيما فوقه هو ده اللي يستحق الايه اللي ان انا اطلع من فيه الزكاه. لكن طبعا المبلغ لو 5000 3000 لا ده مبلغ صغير جدا، ما يجيبوش 10 جرام من الذهب، يبقى لا يبقى مش هطلع عليه مال، تمام، زكاه مال. تاني حاجه الماشيه، زي ايه؟ واحد عنده ماشيه كتير جدا، ابل وبقر وغنم، وطبعا ده الواحد منه طبعا مبالغ كبيره جدا، لا لازم يخرج عليها زكاه. طب الزروع والثمار وقت حصادها، احنا لسه قلناها ان هي ايه، ان هي الزرع لازم وقت حصاده يتم ايه، يتم اخراج زكاته. رابع حاجه عروض التجاره، واحد عنده تجاره كبيره، تجاره بقى ايا كانت التجاره دي، في ملابس، في ادوات، في اي حاجه، لا اللي عنده تجاره لازم يطلع الزكاه. يبقى اللي عنده تجاره، اللي عنده زرع، اللي عنده ماشيه، واللي ما عندوش بقى كل ده وبيعمل اعمال عاديه بس عنده من الذهب بمقدار ما يساوي 85 جرام من الذهب يخرج زكاه المال. تعالي ناخد كده بالنا من الملحوظه اللي جايه دي عشان افهمها لك كويس. صدقه السر في التطوع تفوق صدقة السر في التطوع تفوق صدقة الجهر بسبعين ضعفا. طب تعالى كده واحدة واحدة معايا، صدقة السر في التطوع وتفوق صدقة الجهر بسبعين ضعف. التطوع فيه نوعين من الصدقة اللي احنا بنقول عليهم صدقة وزكاة، يعني الصدقة دي انا حاجة متطوعة، يعني انا دلوقتي ماشية في الطريق ووجدت فقير قاعد وانا حسيت ان هو محتاج للمال، فاخرجت من 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 معي مثلا بعض الاموال واعطيتها لهذا الفقير، دي الصدقة. في بقى الزكاة اللي هي المفروضة اللي احنا لسه بنتكلمين عليها، دي الزكاة المفروضة اللي ربنا هيحاسبني عليها، فاحنا بنقولها في الدين ايه، صدقة السر او صدقة التطوع وصدقة الايه والصدقة اللي هي العادية. صدقة التطوع اللي هي الصدقة العادية، اما الصدقة اللي انا كلمة صدقة هي موجودة في الايات القرآنية اللي هي معنى الزكاة. طيب صدقة السر، لو انا دلوقتي طلعت من جيبي كده في السر بتفوق صدقة الجهر 70 ضعف، احنا لسه قلنا من شوية عشان حفظ كرامة الايه الفقير. طب صدقة الفرد، الصدقة بقى اللي هي الزكاة إيه علانيتها افضل تاني، يبقى الصدقه اللي هي مش الزكاة اللي هي ربنا لو انا عملتها هيديني ثواب لكن لو ما عملتهاش مش هيعاقبني، دي في السر افضل بسبعين ضعف. طب صدقه الفرد اللي هي المقصود بيها الزكاة علانيتها، يعني ايه علانيتها؟ اللي انا اديها في العلن افضل من سرها ب 25 ضعف. هقولها لاخر مره تاني عشان دي بتبقى الاولاد صعبه عليهم. عندي نوعين من الصدقة، صدقة التطوع وصدقة الفرض. صدقة الفرض هنا المقصود بها الزكاة. طب الزكاة في العلن أفضل من السر ب 25 ضعف. طب والصدقة اللي أنا بقول عليها صدقة التطوع اللي ربنا مش لو أنا ما عملتهاش مش هيحاسبني، في السر تفوق صدقة الجهر ب 70 ضعفا. سؤال المتفوقين. قارن بين مسلم يخرج زكاة مال ومسلم لا يخرجها من حيث النتائج المترتبة على كل تصرف. هتعملي مقارنة ما بين المسلم اللي بيخرج ماله زكاة ماله ومسلم لا يخرج الزكاة مع النتائج، هيحصل لده ايه وهيحصل لده ايه. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.